بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى. في هذه الحصة سأقوم بإعطاء تقديم إحدى البرمجيات التفاعلية التي يمكننا أن نعتمد عليها في تقديم مبرهن الطالس. دونك هذه البرمجية تتكون من الشكل الذي تلاحظونه هنا، الذي هو عبارة عن مثلث أبي سي والنقطتين M و N. M تنتمي إلى الضلع الأول أبي، و N تنتمي إلى الضلع الثاني أسي. دونك هنا لدينا جدول، وهذا الجدول سيكون جدول تفاعلي، يعني سيرتبط بهذا الشكل بطبيعة الحال. دونك في هذا الجدول ماذا لدينا؟ لدينا كوتي لي كوتي دو تريونغل AMN، اضلاع المثلث AMN التي هي AM و AN و MN. لدينا كذلك اضلاع المثلث ABC، لي كوتي دو تريونغل ABC التي هي AB و AC و BC. ولدينا لي رابور سويفون، دونك النسب التاليه، دونك AM سو AB، AN سو AC و MN سو BC. الملاحظه الاولى التي سنعتمد عليها هي اننا سنقوم بتغيير اطوال اضلاع المثلث AMN كما تلاحظون هنا عن طريق تحريك نقطه M. فإن أطوال المثلث AMN تتغير، مثلا AM تساوي هنا 3.16، AN تساوي 3.72 كما تلاحظون، و MN تساوي 2.53. لكن عندما أقوم بتغيير أو تحريك النقطة M فإن هذه الأطوال تتغير كذلك. يمكننا فعل نفس الشيء مع أطوال المثلث ABC، أطوال أضلاع المثلث ABC عن طريق تحريك الرؤوس. هنا يمكن تحريك النقطة B أو تحريك النقطة C أو تحريك النقطة. الملاحظة الرئيسية التي نعتمد عليها كذلك هنا هي أن المستقيم MN والمستقيم BC هما مستقيمان متوازيان كما تلاحظون في هذه الكتابة. دونك أولا سنقوم بحساب هذه النسب، دونك AM سو AB، AN سو AC و MN سو BC، دونك عن طريق الضغط على الجدول. لاحظوا عندما أضغط على الجدول فإنني أحصل على هذه النسب. دونك مثلا هنا، دونك عندما تتموضع النقطة N في هذا المكان سنحصل على AM سو AB 0.56، يعني 0.56. نفس الشيء بالنسبة لAN على AC، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لMN على BC كما تلاحظون. هذه القيم هي قيم متساوية، نقول بأن هذه النسب هي نسب متساوية. يمكننا أن نقوم بتحريك النقطة M مرة أخرى، سأقوم بتحريك M، سأقوم بتغيير موقع النقطة M. دونك هنا النسب ستغير بطبيعة الحال، لكنها تبقى دائما متساوية كما تلاحظون هنا. دونك دائما النسبة الأولى مثلا هنا 0.37 تساوي النسبة الثانية 0.37 تساوي كذلك النسبة الثالثة 0.37. سأقوم بتغيير مكان نقطة A مرة أخرى. لاحظوا مثلا هنا حصلت على AM سو AB 0.9، 0.9. نفس الشيء بالنسبة للنسبة الثانية كذلك هي 0.9، ونفس الأمر بالنسبة للنسبة الثالثة 0.9. دونك الملاحظة التي يمكننا أن نستنتجها انطلاقا من هذا النشاط وانطلاقا من هذا الجدول هي أننا نحصل على النسب AM على AB و AN على AC و MN على BC متساوية. النسب الثلاث AN سو AB، AN سو AC و MN سو BC هي نسب متساوية. سنحاول في المراحل الموالية البرهنة على هذه الملاحظة بطبيعة الحال، أو هذه المظنونة الكونجكتور. دونك الملاحظة التي استنتجناها انطلاقا من هذه المرحلة الأولى هي أن هذه النسب الثلاث هي نسب متساوية. وسنمر للمرحلة الموالية، وهنا لاحظوا سنقوم بإضافة الارتفاع المار من أ، دونك المستقيم المار من أ والعمودي على بي سي. وبما أنه عمودي على بي سي سيكون كذلك عمودي على ام ان، لأن المستقيمين متوازيين، ام ان وبي سي متوازي. وهنا أولا سنقوم بحساب كوسينوس الزاوية دي أ سي، دونك جيب تمام قياس الزاوية دي أ سي كما تلاحظون هنا. سنقوم بحسابه بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى سنعتمد على المثلث AFN القائم الزاوية في F كما تلاحظون هنا، والطريقة الثانية سنعتمد على المثلث ADC القائم الزاوية في D. دونك نعلم أن جيب تمام قياس الزاوية حادة هو خارج طول الضلع المحاذي للضلع الوتر، دونك AF هو الضلع المحاذي و AN هنا هو الضلع الوتر. نفس الشيء بالنسبة للمثلث ADC، سنقوم بحساب الضلع AD الذي هو المحاذي للزاوية، الضلع AD هو المحاذي للزاوية، ثم نقسمه على الضلع الوتر. سنقوم بحساب بنفس الطريقة بطبيعة الحال، تعريف بحساب استعمال تعريف جيب تمام قياس الزاوية حادة. كوسينوس الزاوية MAF يساوي المحاذي على الوتر، دونك AF سو AM. دونك هنا لدينا AF هو الضلع المحاذي و AM هو الضلع الوتر في المثلث AFM. وبالنسبة للمثلث الثاني، المثلث الثاني ADB، المحاذي هو AD والوتر هو AB كما تلاحظ. دونك هنا انطلاقا من هاتين المتساويتين، المتساوية الأولى AF سو AN إيكال AD سو AC، ومن المتساوية الثانية AF سو AM إيكال AD سو AB، سنحصل على المتساوية التالية. دونك انطلاقا من المتساوية الأولى، المتساوية الأولى لدينا AF
لدينا عفوا المتساوية الأولى لدينا AF sur AN égale AD sur AC. المتساوية الثانية لدينا AF sur AM égale AD sur AB. دونك انطلاقا من هذه المتساوية سنستنتج متساوية أخرى التي هي بطبيعة الحال AN sur AC. دونك هذه القيمة AN مقسومة على القيمة AC تساوي القيمة AF مقسومة على القيمة AD. نفس هنا انطلاقا من هذه المتساوية سنحصل على متساوية جديدة التي هي AM sur AB قيمة AM مقسومة على قيمة AB تساوي AF على AD. هنا سنلاحظ بأن هناك تكرار. دونك AF sur AD دونك AF sur AD تتواجد في المتساوية الأولى تتواجد كذلك في المتساوية الثانية وهذا يعني بأن هذه المتساويات الثلاث هي متساوية وهذا يعني بأن هذه النسب الثلاث هي نسب متساوية. دونك AN sur AC النسبة الأولى تساوي النسبة الثانية AF sur AD ومن جهة أخرى AF sur AD تساوي AM sur AB. ما يهمني هو أن AN sur AC و AM sur AB هما نسبتان متساويات. بنفس الطريقة يمكننا أن نبرهن على أن مثلا MN على BC هي كذلك نسبة تساوي نسبتين السابقتين. وهنا يمكننا أن نطبق ما سبق على المثلث BAC دائما أو مثلث ABC وذلك برسم المستقيم المار من M. لاحظوا هنا مستقيم المار من M رسمت المستقيم المار من M والموازي لAC. دونك هنا باستعمال بطبيعة الحال خاصية متوازي الله ستكون MN تساوي AC وهكذا سنستنتج بأن AM على AB مسافة AM مقسومة لمسافة AB يعني نسبة AM على AB تساوي AC على BC تساوي MN على BC. وبما أن النسبتين السابقتين كانت نسبتين متساويتين AM على ABC و AM على AC فإننا سنضيف إليهما النسبة MN على BC لأنها تساوي النسبة AM على AB. بالنسبة للكونفيغوراسيون الأخيرة دون سيت كونفيغوراسيون نقطة انفتحة تنتمي إلى AB نقطة انفتحة تنتمي إلى AC و M' يوازي BC. دونك هنا يمكنني تحريك بطبيعة الحال نقطة M تحريك نقطة M وكذلك دونك هنا par la symétrie centrale de centre A دونك la symétrie centrale de centre A يمكنني أن أعود إلى الشكل السابق. Dans la symétrie dans cette configuration, par la symétrie centrale de centre A, nous obtenons la configuration de ces contres. Alors, d'après ce qui précède, AM' sur AB, AM' sur AB, égale AM' sur AC, égale M' sur BC. Alors, AM' tu sais, AM. AM prime تساوي AM après la symétrie centrale عندنا كذلك AN prime تساوي AN عندنا MN prime تساوي MN. donc AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC.